يلا روح المدرسة هتستناها. عليا 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 عليا. بنت ماما صباح الخير. الساعة 8 يلا روح. يا خبر انا اتأخرت خالص. اغسلي وشك قبل. طب امدغي يا وان امدغي. لما كنت صحيك انا كل يوم بنفسي مفيش فايده. لازم طبلي بلدي عشان يصحيكي. انت لسه بتاكلي؟ ايوه ده خلاصي بلاش رغي. خلاص اهو. انا مش فاهمه ايه اللي متقل دماغك بالشكل ده. كانت سهرانه يا حبه عيني. هتقولي لي في المذاكره اظن. ايوه يا ماما الامتحان قرب وحضرتك عارفه الدروس صعبه قوي. فردت الشراب بالمقلوب. معلش يا ماما هي التانية رخرة بالمقلوب. اعدلي الاثنين بلا جلع فارغ. حاضر. اخرس. اسكت يا بوبي اسكت. ما بلاش فيونكات يا دادا. اربطي الفيونكات. يا ماما بقى انا كبرت على الفيونكات دي. البنات تفضل بالفيونكات لغاية ما تتجوز. فاهمة؟ حاضر. يلا. مع السلامة يا بنتي خلي بالك من نفسك. عليا ما حضرش الكلب دلوقتي. صباح الخير يا عم. يا صباح النور. عليا افندم يا ماما. ما نسيتيش حاجه؟ لا ابدا. امال ايه دول؟ كتب. بوبي تعال هنا لقط مرقبتك. والله انا كنت عندك حق يا فندم. عندك حق قوي. وهتفضل محبوسه لغايه ما يجي ولي امرها. متشكره. مع السلامه. انا اسفه قوي يا ست نفيسه. اتفضلي انت دلوقتي على الحصه. هترفديها طبعا. لما يجي ولي امرها انا هعرف شغلها. بعدين يا بوبي. ساعة بقت واحدة ونص ولا حد سأل عنها. ظاهر حبات في الحبس. ماما محبب معاليها.
ودادا ما تقدرش تيجي. أنا بقالي 20 سنة في التعليم، عمري ما سمحت تلميذة جابت معاها كلب في المدرسة. حضرتك متأكدة إنها هي اللي جابت الكلب معاها؟ وقعدته معاها في الفصل. صباح الخير يا علية. أبدا يا عم، والله أنا ما جبتش الكلب معايا. أمال هو اللي جه لوحده؟ الحكاية في منتهى البساطة، علية خرجت من البيت مستعجلة، ما لحقتش تسلم عليه زي عادتها. قام جه وراها المدرسة يسلم عليها ويروح. إيش عرفه بطريق فصلك بالذات؟ الكلاب بتعرف أصحابها من غير قراية وكتابة. مظبوط يا عمو، زي ما بتقول بالظبط، هو اللي فتح باب الفصل وجاء علي على طول. مرفوضة طبعا. لا، الحكاية بسيطة قوي. بسيطة ازاي يا عزيز بيه؟ النظرة اقتنعت خلاص. ايوه، لكن انا مش مقتنع ابدا. يا ماما انا اعتذر. هتعتذر لمين ولا لمين؟ للنظرة ولا للمدرسة ولا لي انا ولا العزيز بيه؟ وانا ليه كمان؟ يعني مش كفاية ان احنا عطلناك عن شغلك في العزبة؟ على اي حال، انا نفسي كنت نازل على مصر النهاردة، الليلة حفلة سيدات مصر الجديدة. ايوه يا ماما، عمو عزيز جاب لنا تذاكر. جاب لنا؟ اي. جاب لي مين؟ جاب لحضرتك ولحضرته وانا. انت تطلعي اوضتك، ما تتنقليش منها، ومن الساعة 9 تنامي. يا ماما الحفلة الساعة 7، هقعد حسبة ساعتين واجي برضه انام الساعة 9. مفيش خروج الا لما يخلص الامتحان، فاهمة؟ مستنية ايه؟ وين ده؟ انت بتقولي ايه؟ المدرسة وحبسي في البيت. بتبرتمي بتقولي ايه؟ لو ماما مذاكرة ومذاكرة وماما قالت عندي عيشة بقت تأثر لو بنت. انا حجاني من البنت دي. عليا دي امور. اسكت يا عزيزي مغلباني. الود وديها انها تشيل الفيونكات وتسيب المدرسة كمان. ما هي ما شاء الله بقت عروسة. كنت اتمنى ابوها يكون موجود ويشيل حملها عني. يا ستي بها بكرة هتتجوز. الست الوحدانية تعيش تعبانة طول عمرها. فعلا. وهي ولا همها. بتتدلى على حسك. هتيجي الحفله مش كده؟ مش ممكن، يستحيل. ليه يا سنيه هاني؟ كفايه دلع بقى. انا اقصدك انتي. انا؟ هو انا بتاعت حفلات؟ دي فرصه تفرجي فيها عن نفسك. انا هفوت بالليل نروح سوا بالعربيه. طيب اتفضلي، ادي شيك ب 200 جنيه تحت الحساب. حساب ايه يا عزيز؟ ما انا واخده منك ايجار الارض الشهر اللي فات. يا ستي من ايجار السنه الجايه. انا عارف ان عندك مصروف كتير، ايجار 50 فدان يعملوا لك ايه؟ عن اذنك بقى. الله، مش هتتغدى معانا؟ معلش، نتعشى سوا قبل ما نروح الحفله. طب مع السلامه. بكي وهم يضحك. يعني مبسوط؟ وانا بايدي ايه بس يا بنتي؟ حرام يعني لو خدوني معاهم الحفلة؟ حرام. قلنا الحفلات للكبار بس. انا كبرت، انا بكرة هبقى 16 سنة. طب وشرفك اللي انا شايلة الفيونكات؟ لما تتجوزي. ما هي ماما مش متجوزة، ما بتحطش فيونكات ليه؟ نفسي هدادك وشعري والبس فستان توليت وجزمه وكعب عالي. وتحطي ابيض واحمر. احمر وابيض على الخفيف. انت مش هتجيبيها البر؟ ليه يا دادا؟ ما كل البنات اللي زيي بيلبسوا يخرجوا يتفسحوا. اشمعنى انا يعني؟ مش عارفه ماما متقصداني ليه؟ عليا عليا، عاوزه ايه يا ليلى؟ انا رايحه الحفله مع ماما، دي تذكرة زيادة، تحبي تيجي معانا؟ لا يا ستي روحي، أنا محبوسة هنا. باي باي. سمعتي؟ ليلى خارجة مع مامتها الحفلة، لابسة فستان توليت وجزمة قد كده بكعب عين. ليلى دي أصغر مني ب4 أيام. بذمتك ده مش ظلم؟ والله ظلم. لو كان بابا موجود كان خرجني وراني الدنيا دلوقتي. مين؟ مين؟ ايوه. لا لسه صاحي. عزيز بيه. عم عزيز. ايوه انا بعيط.
مش جايني نوم. ايوه ذكر. ممكن تلبسي وتيجي الحفله. انا خدت لك اذن من ماما. العربيه زمانها عندك. صحيح يا عمو، ربنا يخليك ويطول عمرك. دي واحده هلبس واجيلك. روفر يا عمو. دهدة شوفي بقى يا عمو، الصبح يطلعني من الحبس وبالليل يوديني الحفله. يا سلام عليك يا عمو. جاية حالا يا استا شعبان. ها انا مستنياك. طب يا دادا نامي انت بدري وانا حاسنة. علي علي فستان، انت جالك ايه؟ شلنا الفيونكات دول. لحسن ماما تزعل. ما تخافيش. مساء الخير يا ماما. فين الفيونكات؟ شلته. ليه؟ عشان كنت نايمة. عملتي الواجب؟ كله يا ماما. اتعشيتي عليا؟ لا. ها؟ ايوه. ليلى ليلى عليا عليا تعالي معايا. بنت. والان سيداتي انساتي سادتي، يبدا عرض الازياء وكلها من صنع مدرسه الفنون بمصر الجديده. فعلا شيك جدا. يا سلام يا ماما لو تشتروه لألبسه بكره في عيد ميلادي. بصي وانت ساكته. تفتكر يا عمو عزيز البنت اللي لابسه الفستان دي عندها كام سنه؟ ما تزيدش عن 16 سنه. صحيت من النجمة وانت وراكي مدرسة. انت هتسكت ولا لا؟ امشي اطلع بره. تجرى لحقلك ايه يا بنت؟ بتصوري كده ليه؟ ماما انا مش عاوزة اروح المدرسة النهاردة. بتقولي ايه؟ النهاردة عيد ميلادي وعاوزة اوضب الحاجات مع داد. انت هتسكتي ولا الغي الحفلة خالص؟
هاتي يا دادا. اجيب ايه يا حبيبتي؟ هاتي الطفل. نهار ابيض انت عملتها زي بعضه. جلوس. انت عليك. معلش يا فندي دي اخر مره يعملها. انا اسفه قوي بس ما تودينيش عند حضره النظره وانا هموتك. مش كده علي ده حيوان ما بيفهمش. خديه بره في الجنينه اربطيه وتعالي ارجعي الحصه. شكرا قوي يا فندي. تروح وانت عارف الدكتة. ها ادخل. هي حصلت لحد كده؟ خليك مطرحك. الو اديني ثانية يا هاني من فضلك. النوادي مؤكد يا رب. كان فاضل لك شهرين وتاخد الشهادة. 11 سنة تضيعيهم من عمرك عشان خاطر حتة كلب. اللي اتقلب مسخرة. هي لسه بتعيط. تنفلق. وهي ذنبها ايه بقى؟ تعالي هنا بلاش دلع مرق. يا عم حسين كلم الحلواني في التليفون قول له ما يعملش تورته النهاردة. هو مفيش حفلة عيد ميلاد؟ مفيش. ويكون في معلومك انها هتفضل محبوسة في اوضتها. يبقى ينفعها الكلب بقى. اهلا عزيز بيه. خير؟ عملت ايه مع عمر؟ النبادي مصمم. ده اللي كنت عامل حساب. الله انت سيبت الكلب ليه يا عزيز بيه؟ عشان خاطري معلش. مش عايزين نزعل عليا خصوصا وان النهارده في مناسبة سعيدة. لا انا لغيت حفلة عيد ميلادها خلاص. غير عيد الميلاد في مناسبة تانية. انا يهمني تكون مبسوطة. قصدك ايه يا عزيز بيه؟ دلوقتي افهمك. تعال يا تادا. يا عم حسين اعملوا حسابكم حفلة عليا هتتعمل. ماما يا سلام يا ماما انا مش مصدقة. بركة عزيز بي. ماما عزيز انت ايه معجزة. مش تبوسي بقى وتشكريني؟ ايوه يا عمو. ايه المشكلة؟ يا ريتك يا عمو تقعد معانا على طول كده. ايوه مدام ماما بتسمع كلامك. دلوقتي بقى اتصلي بصحباتك وقولي لهم ان الحفلة هتتعمل. عمل مدردش شوية مع مامتي. حاضر. نعم. مش برضو عزيز بيه هيتجوز الست الكبيرة؟ والله انا بقول كده برضو. علشان كده واخد الست عليا في عينيه. مش هيبقى في مركز المرحومة ابوها؟ انا بقول كده. طبعا الحفلة هتتعمل. امال ليه يا عمو عزيز هو في غيره؟ عظيم قوي. يبقى الموضوع منتهي بينا. لكن انا رأيي عليها يهمني قوي. قوليها ان انا حطيت عليها بنفسي. ها عزمتي كل صحباتك؟ ايوه يا عمو بس فاضل شويه ما عندهمش تليفونات. ماما اروح الف عليهم بالبسكليتة؟ روحي يا حبيبتي. عن اذنك يا عمو. شوفوا دادا
تفضلي يلا تفضلي 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 كده. كان نفسي تكون موجود وتشوف بقيت ازاي. انا دايما شايفك قدامي عروسة حلوة زي القمر. الولاد مش حاجين نوم، هفضل بالفستان والجزمة على طول يا عم. لا انا اللي مش هتجيني يا عم عشان تشوفني. انا مستنياك. ها هشوفك بكرة الصبح. لا لا مفيش مدرسة خلاص. مع السلامة يا أمورة. النهارده عيد والفرحه اكيد. النهارده عيد والفرحه اكيد. النهارده عيد والفرحه اكيد. عيد ميلادك يا علي عيد ميلاد سعيد. النهارده عيد. بتحايل عليك واقول لك نفسي فستان طويل وجزمه بكعب عالي اهو جاني اهو. ما كنتش حاسه انك بقيتي عروسه. غريبه. عزيز بيه كان عنده حق. مش كده والنبي يا ماما، عمو عزيز قال لي خلاص مش هتروحي المدرسه. بتحبي عزيز بيه يا عليا؟ طبعا يا ماما، مش بيجيب لي كل اللي نفسي فيه؟ ودايما مهتم بيكي بيسال عنك. ده بيحبك قوي يا عليا. انا كمان يا ماما بحبه زي عيني. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ماما. حلو؟ لا، عزيز بيه خطبي. خطبني انا؟ انا يا ماما؟ انت هيتجوزني؟ هيتجوزك وهنعمل فرح. هنعمل فرح يا حبيبتي. يا سلام يا ماما. يا احسن ماما في الدنيا. يا بنتي مش يا ماما. يا دادا يا دادا يا دادا يا دادا. خلاص يا دادا خلاص، ما فيش صحيان بدري وما فيش مدرسه ولا مذاكره ولا في يونكات. عم حسين. نعم. من هنا ورايح فساتين طويله وجزم بكعب عالي. دادا انا اتخطبت، جاني عريس. هتجوز؟ هتجوز يا دادا هتجوز. يا الف نهار مبروك يا بنتي. يا ترى مين؟ حضري مين؟ انا عارفه الخطاب كتير وانتي الف من يتمناكي. مين يا عم حسين؟ انا عارف يا بنتي. انتوا عارفينه كويس والله عارفينه. مين بس يا عليا والنبي تفرحيني. غلب حماركو؟ غلب يا بنتي. عمو عزيز والنبي تلغي عليا بلاش هزار. طب انت مش مصدقاني؟ انا كمان ما كنتش مصدقه. ومين بس يصدق الكلام ده يا بنتي؟ طب ورحمه بابا يا دادا ان عم عزيز خطبني وهندهلك ماما بنفسها تقول يا ماما. فهيمة. مالك يا فهيمة؟ حاطة ايدك على خدك ليه؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ بتعيطي ليه؟ خلاص يا استاذ خلاص. ايه ده؟ انت بتلمي هدومك؟ مسافرة البلد يومين عشان بنتي عيانة. عجيبة. انا مش فاهمة انت زعلانة ليه؟ زعلانة ولا فرحانة؟ انا لا هقدم ولا هأخر. اياك زعلانة اللي عليا اتخطبت. انت مش شايفة انها فرحانة؟ فرحانة طبعا، فرحانة بعرسها زي ما بتفرح بأي حاجة، بفستان بلعبة بجزمة. مش عيلة عليا بنتي؟ ما بقتش عيلة، دي بقت عروسة.
سبحانك يا ربي، دي لسه امبارح كانت بفيونكال. اياك مش عاجبك يا عزيز بيه. وانا بايدي ايه استهان؟ الامر امرك والشهره شهره. خلاص انا امها واعرف صالحها. عزيز بيه تتمناه ستات البلد كلها. الستات اللي من سيدنا، لكن مش عيله بنت 16 سنه. لكن هو عاجبها ومزقططه بيه خالص. صغيره ما تدركش، وانت طول عمرك تفهميها ان الجواز فساتين ولعب وفسح، وحرمها من ده كله. مش عايزاها تفرح وتزقطط. علي بتحبه، فاهمه يعني ايه بتحبه؟ بتحبه زي ابوها، وانت عارفه كده. لكن معلش، كل من هو ضميره وربنا موجود. فهيمة رايحه فين؟ ما تخافيش، انا خارجه من غير ما اشوفها، على عيني اللي اتحرم منها. ادخل. علي مش كده؟ انا جاي ادعيك يا فندم، فرح يوم الخميس الجاي. مبروك يا علي، الف مبروك. متشكرة قوي يا فندم. عن اذنك. لسه بدري يا علي. ميرسي. اقعدي يا حبيبتي اجيب لك قهوة. انا خدت قهوتي الصبح، اشوفك في الفرح. يلا يا بوبي. علي شد حيلك يا شاطر، بكره تتجوزي. يلا يا بوبي. سبعتاشر عقبال كده 55 واتجهزتي. يا حلوة يا صغيرة واتجوزتي. يسلم ذوقك في خطابك يا صغيرة، وفي عز شبابك كتبوا كتابك. 20 سنة في التعليم، عمري ما شفت تلميذة تتجوز ولي أمرها. ده مش لايق عليها أبدا. فعلا هو يليق لأمها. يا دي الليلة البيض عليكي يا قمر نور جوه الطرحة، وادي حبايبك من حواليكي حد صورة من كتر الفرحة، ويغنولك يا حلوة ويقولولك بختك حلو ودلي نابك يا صغيرة، وفي عز شبابك كتبوا كتابك. خالتي انا مسافر بكره. مبروك مبروك عزيز بيه. تيجي نهرب المعازيم؟ على فين؟ على بيتنا. طيب. لا كفايه، انا تعبت مش عاوزه. ايه ده؟ نقول يلا.
عفريتا. انا هرجعك المدرسه تاني مفيش كلام. لا 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 اشحك الليل. لا 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 مش عارف. لا الله انت بتخاف من الضلمة، انا كمان خايفة. خايفة من ايه؟ انا وراك اهو. الله الابرة بتتحط ازاي يا عمو؟ عمو بتقول ايه؟ لا يا عزيز بيه. عزيز بس. يا عزيز بس. بس. هو ده اللي هيمشي. ده انت عرفت تدوريها؟ والله برافو عليك. وبنرقص. تعالي تعالي يا شقية تعالي. اجي فين يا اخي؟ ده انت دوختني خالص. انت انت الابرة الابرة يا عمو الحق. عليا عليا ماما صباح. بحسبك ماما كده صحينا عشان المدرسه. يا مالك يا حبيبتي؟ راسي بتوجعني قوي. انا نايمه في الفستان والجزمه. لقيتك تعبانه ما حبيتش اقلقك. هي الساعه كام دلوقتي؟ 11:30. أخي كان زماني في المدرسة في الحصة التالتة. اصبح الخير بقى. بوبي فين يا عمو؟ بوبي عند ماما. طب أنا هروح أكلم ماما. دلوقتي شوفي بقى ايه. صوري يا ماما
انا صحيت من النوم لقيت نفسي نايمه بالفستان والجزمه كده. امال فين عزيز بيه؟ طب بسلميلي عليه. بوبي بوبي ازيك يا بوبي؟ وحشتني قوي. بوبي بيسلم عليه. اسمع ماما ابعتولي بسرعه يا ماما. مع السلامه يا حبيبتي. عم حسين، عم حسين، عبدو، عم عبدو. نعم يا فندم. انا قلت الورد ده يتغير. حاضر يا فندم. بدل الاصفر احمر. حاضر يا فندم. بس اسمع. نعم يا فندم. الاكل خلص؟ نشوفه يا فندم بسرعه. حاضر يا فندم. بس خايف عليكي. انا بحب الهوا. اصله هوا بارد قوي. لا امال لما تعجز هتعمل ايه؟ شربات يا عبدو. بقى شوف يا سنية هانم. ايوه. الواحد لازم يبص لقدام. عليا شابة صغيرة وجميلة بتلفت نظر الناس من يوم فرحها وهم بيبصوا لها في الشارع في المحلات من الشبابيك بيبصوا لها كأنهم مستكترينها عليا، والحسد يولد الطمع. ايوه لكن عليا بنتي. ما بتأخذنيش، انا ما بقولش حاجة. عليا زي حتة الألماس، لكن عشان أحافظ عليها لازم أحطها في علبة، علبة قطيفة مبطنة بحرير، وأقفل عليها والمفتاح في إيدي ما سيبوش أبدا. خلاص من بكرة خدها على العزبة، محدش هيجي ناحيتك. والكلب مش هناخده معانا. أنت محتاج لهدوء. هدوء كامل. حزق. ها؟ بتقولي ايه؟ خط احمر وابيض. علي صوتك شوية. مخططة عن
سامعانيه؟ مش سامعه. ما حدش موكوس وكستنا يا اختي. بكره العدى اللي جلنا فات كتير، ما بقى لنا القليل يا رئيفه. تتجوزي انت الاول وانا وراكي على طول، ولا احنا الاثنين في ليله واحده يعني هيجرى ايه؟ بصي يا رئيفه، مش قلتلك ادي بنتين وادي جدعين؟ خلاص قربنا. سبعين جنيه. طب ودي؟ الله، طب ودي كمان حلو قوي. دي بمية وخمسين جنيه. ياه، امال بيتنا في مصر مفهوش حاجات زي دي ليه؟ كل حاجة غالية اخاف عليها بخبيها هنا. هنا امان. تعالي تعالي. تعالي افرجك على الجنيه. يا حلاوتها، تتاكل اكل ولايقين لبعض قوي. جد بنته ها؟ متجوزاها علشان فلوسه. تقول ايه؟ ضحكت على عقله. مش سامعة يوم. ان شاء الله ما سمعتي. الفرس دي كمان من التحف الغالية اللي بعتز بيها. أصيلة ما فيش زيها كتير. أنا بحب الخيل قوي. مرة سابت وخدت في وشها. الرجالة رجعوها بالعافية. كانت هتروح مني. أصلها دايما مربوطة. لازم بتتضايق من الرب. بتتضايق ليه؟ بتاكل احسن اكل، عايشه في الصبل ما في زيه في المديريه. القطار جاهز ساعه البيت. اتفضلي. Thank you.
بيه. عزيز بيه ليه يا اخوات؟ امال يا دكتور لاختين، احنا نسمع كده. ازيك دلوقتي؟ اطمني، انت بخير؟ انا، انت مين؟ انا الدكتور خالد. دكتور خالد اللي جابني هنا. الفرس. فرس؟ ما تخافيش، برا، تفضلي من هنا. مدام جت هنا مش ممكن حد يركبها ابدا. ازاي؟ انا لازم ارجع بيها. مش ممكن ترجع لوحدها، لازم يكون وياها. وياها؟ هو مين؟ الحصان. اصلهم اتولدوا في يوم واحد، اتربوا سوا مع بعض. عزيز بيه شاف الفرس، اشتراها وحبسها في السراي. ايوه هو قال لي كده. تلاقيها دايما تحن الوالفة، اول ما تفك تيجي جري على طول زي ما انت شايف. وبعدين انا اتاخرت قوي، دي اول مره اخرج فيها وما اعرفش ارجع لوحدي. انا اوصلك. متشكرة. المناظر هنا حلوة قوي. الظاهر ان دي اول مرة بتخرجي فيها. ايوه من ساعة ما جيت من مصر ما شفتش السك. انت كنت في مصر؟ ايوه. فين؟ في مصر الجديدة. في المدرسة يعني؟ ايوه. قعدت كتير هناك؟ 16 سنة و 3 اشهر واربع ايام. ياه ده عمر تاني. ده عمري كله. فضلك بسرعة شوي. الله يلا قلبي. دكتور خالد. دكتور خالد. الله بتعمل كده ليه؟ يلا ليه عملوا كده؟ وهم صغيرين كانوا متعودين يجوا هنا ويلفوا حوالين الشجرة. ولسه فاكرين لحد دلوقتي؟ الذكريات الجميلة ما تتنسيش أبدا. طب يلا يلا، مش راضية تمشي. وهو الآخر. وبعدين نديهم كمان لفة. كمان لفة. دلوقتي حضرتك لما توصلني هترجع ازاي؟ الحصان مش هيرضى يتنقل إلا إذا كانت الفرسة معاه. ما تخافيش، هو ممكن يرجع لوحده. طب اشمعنى هو بقى؟ لأنه راجل يقدر يتحكم في عواطفه. لكن لو شفتيه وهو راجع من غيرها هيصعب عليك. كل خطوتين هيلتفت ناحية السرايا ويبات من غير أكل. مسكين. أنا في الأول ما كنتش مصدق، لكن لما شفت بعناية عذرته. وهيفضلوا كده محرومين من بعض على طول؟ الأمر في إيدين عزيز بيه. أنا أقدر أأثر عليه. يديني الفرس؟ أيوة. يا ريت. أو ياخد الحصان. زي بعض، المهم يبقوا الاتنين سوا. طب يلا. عند الدكتور خالد. صباح الخير يا عزيز بيه. اهلا دكتور خالد. والله كتر خيره، لولا هو ما كنتش عرفت ارجع. سعادتك عارف ان ايوه عارف عارف. ممنون جدا. مدبولي خد الفرس اربطها. اتفضلي انت. عن اذنك يا دكتور، متشكره قوي. العفو يا فندم. اتفضل يا دكتور، اتفضل استريح. معلش وقت تاني. يا دوب معاد العيادة قرب كده. وهو كذلك. أنا ما كنتش عارف أبدا إنك في العزبة، الكل بيسألوا عليك. إن شاء الله نشوفك في النادي. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. زياد عن بيت الخيل بيحب الفرس وزعلان قوي عليه. تعالى شوف بيتلفت وراه ازاي، مش عايز يمشي. اللي ده هيبات من غير اكل. مش عرفك الدكتور خالد بيقول الظاهر انكم دردشتوا كتير. واحنا جايين. وعنده في البيت؟ عنده. انا ما قعدتش اكتر من 5 دقايق. كنتوا قاعدين فين؟ كنت مش عارف.
اصل كنت دايخه وهو اللي فوقني، وكنت هقع من على الفرن لولا لحقني وشني وراح مدخلني على جوه. بعدين فوق لقيته قدامي، قلت له انت مين؟ قال انا الدكتور خالد. الدكتور عارف انك مراتي؟ ما عرفش ليه. انا نبهت عليكي ما تركبيش الفرس، حصل ولا لا؟ ايوه بس انا اوامري لازم تتنفذ بالحرف الواحد، فاهمه؟ عزيز انت بتتخلى. حاجه لطيفه قوي، الفلاحين يشوفوا الهانم راكبه فرس وراح عند واحد عازب في بيت. عزيز اسمعني، مفيش خروج بالمره، لا لوحدك ولا معايا. انا ما اقدرش اظهر بيك قدام الناس بعد اللي حصل. ليه حصل؟ ايه حصل؟ فضيحه، فاهم يعني ايه فضيحه؟ اوعى يا بنت لازم تتقتل، لازم. الله الله الله، والله زمان يا عزيز بيه. عزيز بيه جاي مستحلف لنا النوبات. المهم ان احنا شفناه. يا سيدي البركه في الدكتور خالد. البركه في الفرس، هي اللي جت وقالت لي عزيز بيه وصل. هي هربت تاني؟ قول لي يا عزيز بيه، انت مش ناوي تعتقها؟ ازاي بقى يا حضره المفتش؟ يا اخي فكها، بحبح لها الرباط شويه، خليها تشم نفسها. الفرس صغيرة وأصيلة، ولو سبت لها هتتلم على خيل مش من درجتها. قدامك حصان أهو من سنها وأصيل وصغير زيها، لمهم على بعض ينوبك ثواب. يا عزيز بيه أنا مستعد أخدها، وتأكد إنها هتكون سعيدة معايا. أنت بتطلب المستحيل. ما تأخذنيش بقى يا عزيز بيه، لا بترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. يا حضرة المفتش ده مالي وأنا حر فيه. ما قلناش حاجة، بس كسرة الضغط تولد الانفجار، وأنا كطبيب بيطري انصحك انك ما تربطهاش على طول، لانها هتعمل حاجه من اتنين، يا اما هتهرب منك يا اما هتدبل وتموت. عن اذنكم. الله، على فين يا عزيز بيه؟ الله، انت زعلت ولا ايه يا بيه؟ لا ابدا، بس انا عاوز انام بدري. تنام بدري؟ هو لسه ما عاد نومك جاه يا اخي؟ لسه بدري ولا عايز تعمل لي زي الناس المتجوزين؟ تصبحوا على خير. وانت من اهلك؟ مع سلامه الله. لا انت زودتها قوي النهارده. الله، طب يا دكتور خالد والفرسه ذنبها ايه؟ ما مش حكايه الفرسه، امال ايه؟ لا يظهر انه خد كلامك على معنى تاني. ازاي؟ اصل الفرسه ما كانتش لوحدها. ايه؟ اخته كانت راكباها. الله، ازاي ده؟ اخته؟ حضرتك عمال تقول له سيب لها الحبل شويه، خليها تشم نفسها، وتشاور عليا وتقول له صغير ده من سنها، وكلام فارغ. يا دو. طب اخته دي شكلها ايه؟ حلو قوي يا خالد. الله اكبر الله اكبر. ما انا كنت عايز اقول لك على الحكايه. طب يا دكتور خالد ما قلتش ليه من الصبح؟ بس خليتني زعلت ساعات البيت. ما هو انت اللي عملت ده كله. اسمع، قول لي يا سيدي. عزيز اتغير خالص يا ماما، انا لسه بحبه زي الاول، لكن مش عارفه ليه ابتديت اخاف منه. أنا كمان بحبك. أما يا دكتور صبري أنا خايف بشكل. خايف من إيه يا أخي؟ أنت هتسبق، أنت هتخطب. خايفة؟ العدل جه؟ دول عرسين، واحد ليا وواحد ليكي، مش قلت لك هنفرق إحنا الاتنين في ليلة واحدة؟ يا سلام، ده كل اللي خوفك مني إني ضربت الفرس. لا مش كده وبس. وايه تاني؟ وكمان زعلت منك لما شخطت فيه. غصب عني، مش هتحصل تاني ابدا وحياتك، سامحيني. اديني البيت. تعايا مدبولي. مين يا عزيز؟ مين يا مدبولي؟ ناس جايين يزورونا؟ ايوه يا ست هاني. صحيح، تعال. بقى يا سيدي احنا جايين لك في مناسبه سعيده قوي. اللي زي حالاتنا خلاص بقوا الناس كباره وسابهم سن الجواز، لكن الدكتور خالد لسه شاب فعايزين نفرح بيه.
انا مش فاهم حاجه ابدا يا دكتور صبري. يا عزيز بيه الله ما تتكلم يا اخي الله. الحقيقه يا عزيز بيه انا ليا الشرف اني هو بالاختصار طالب القرب منك في ست اختك. اختي؟ مين فيهم؟ الصغيره. تتكلم جد يا عم منبولي؟ ايوه يا ست هاني انت انا سلوح البوداني وزمانهم بيقروا الفاتحه. سمعتيها يا مان؟ ما هو ده اللي كان متقل وداني. عبالك يا رايفة عبالك. هي رايفة ما جالهاش عريس. ده في اتنين جوه. واحد ليا وواحد لها. مش عارفه انا هروح اعمل لكم الشربات حالا. قبل ما اديك كلمة يا دكتور يهمني اعرف حاجة. انت شفت اختي قبل كده؟ ايوه يا عزيز بيه. امال اللي كانت راكبة الفرصة. لحظة واحدة. انبسط يا عم اهو حيندهلها. موقف محرج قوي. احنا هنتكسف من دلوقتي. الدكتور صبري مفتش بيطر المديرية. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. الدكتور خالد العريس. اهلا وسهلا. عليا مراتي. الله 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 يعني اتجوزت اهو ولا اتعزمنا على فرح ولا كنا ملبس نعزمك على فرح الدكتور خالد تيجي تبارك وتهني. نبارك الاول للهانم. مبروك يا هانم. الف مبروك يا فندم. ما تبارك للهانم يا دكتور خالد. مكسوف ولا ايه؟ انت ما بقتش غريب. مبروك يا هانم. شربات يا مدبولي. اتفضل اتفضل. اما والله العظيم لفرحتي لما بتيجي بتيجي مره واحده كده. اهو كل شيء نصيب. الدكتور خالد طول عمره رافض انه يتجوز لحد ما شاف اخت البيه. قال هي دي. وبقاله مده يقول عاوز اخطب اخت البيه. لازم اتجوز اخت البيه. امال جمال وكمال وبنت طيب. بس كان خايف يا سيادتك ترفض. ارفض ليه؟ انا حلاقي احسن منه. خير البر عاجل. انت عايز كتب الكتاب امتى؟ استاذن. الله 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 جرايه مالك يا دكتور؟ مع السلامه يا دكتور. استنى يا خالد مش فاهم حاجه ابدا. دلوقتي فاهمك. عالجنا. السبب في ده كله انا. هنفضح في البلد. هبقى ضحكه في بوق الناس. انا مش فاهمه حاجه ابدا. انت عارفه هو جاي يخطب مين؟ يخطب اختك سوسن. اختي شافها فين؟ عارفها منين؟ اختي متربيه قاعده في البيت لا بتدخل ولا بتخرج. الدور والبقيه عليكي. وشك مكشوف عظيم. انا كنت اصدق اي حاجه تحصل لكن راجل يجي في بيتي يخطب مراتي. يخطبني انا؟ يخطب العروسه الحلوه اللي كانت راكبه الفرسه. هي دي اللي شافها. مين عارف حصل ايه؟ ما تحاوليش تدافعي عن نفسك. مرة واحدة خرجتي جبت راجل في البيت وبيطلب ايدك مني عاوز يتجوزك. انت المسؤول عن اللي حصل. انا؟ بتخبي عن الناس خبر جوازنا ليه؟ حبسني في البيت عشان ايه؟ ليه محدش بيشوفني ولا يعرفني؟ خايف عليا منهم هيخطفوني؟ ادي نتيجة غلطتك. جاي لحد البيت عشان يخطبني انا. ويا ريت كده وبس. اختك كانت فاكرة انه جاي علشانها. المسكينة اللي حبسها 30 سنة. اتفضل شوف حالتها ازاي دلوقت. ولسه ما هتشوف لسه.
هيفضلوا كده محرومين من بعض على طول. بتعيطي ليه؟ بعيط على السنين اللي راحت من عمري. انا مش قادر افهم انتي متضايقه من ايه. انا عايشه ميت، الايام بتمر عليا كانها سنين، امبارح زي النهارده، النهارده زي بكره. عليا انا اتجوزتك عشان افرح واشوف الدنيا، وده امل كل بنت. حرمتني من كل حاجه حتى شبابي. انا مش عاوز اشوفك بتعيطي ابدا. تقدر تحبسني زي ما انت عاوز، لكن ما تقدرش تحبس الدموع في عيني. الذكريات الجميلة ما تتنسيش أبدا. أدي دفتر الشغالة، وقول له في شوية سراكي هنقولها لك. حاضر. عم مدبولي افندم، وحياتك قول له ان والدتي وصلت دلوقتي. حاضر يا ست هاني. وحشتيني قوي يا ماما. ما تشوفيش وحش يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا عليا. النهارده عيد ميلادك. يا ماما انت لسه فاكره؟ احنا بقى الليله دي لازم نعمل لك حفله. تلاقي عزيز فاكر؟ كان يفتكر السنين اللي فاتت. أنا خلاص يا ماما كبرت. ما تقوليش كده يا علي، أنا جيت هنا عيلة صغيرة زي الوردة اللي كان بيديها لي عم حسين كل يوم الصبح. الوردة عاوزة اللي يرعاها، لكن عزيز الله يسامحه إن يوم ما جيت ما شفتش السكة إلا مرة واحدة. لقيت هنا اتنين عوان، بقينا تلاتة. علي بكرة تخليه في عين تفرحي بيه ويملى عليك الدنيا. بقولك بقينا تلات عواني، مش عايزة تفهميني؟ عزيز عيان بالقلب، كنت عارفة؟ خبيتي علي؟ كشف حسابات الأنفار يا سعادة البيت. المتعاهد حرامي، الدودة بتاكل في قطني وهو بياكل في فلوسي. هو فاهم انها فوضى؟ هنا حسابات وتفادي. قاعدة لوحدك ليه؟ ها؟ فين والدتك؟ سافرت. اخواتي ناموا؟ من بدري. وانتي ما نمتيش ليه؟ مش جايني نوم. اتعشيتي؟ اذا كنت جعانة احضر لك الاكل. أنا راجع الأرض تاني. الدودة كانت هتاكل القطن، كانت هتموته، لكن من بكرة إن شاء الله مش هيكون لها أثر بالمرة. محصول السنة دي هشتري به أرض جديدة. إيه رأيك؟ هكتبها باسمك. مبسوطة؟
ألو ألو، أنت جايبة التليفون في أوضة النوم ليه؟ جبت يمكن تعوز حاجة تطلبني. أنا مش راجع لغاية تاني، أنا هستنى هنا. ردي عليه. ألو، أيوة أنا موجود. مين اللي بيتكلم؟ الخول. ألو، أيوة يا عبد الصمد، رحت الحوض الإبلي؟ بتقول إيه؟ فيه لطع كتير كله منك. أنا قلت لك لم الأنفار اللي في مركز كلهم، كلهم لمهم غصب عنهم. أنا ما يهمنيش الكلام ده، أنا يهمني غيطي، يهمني قطني أنا، قطني أنا. أنت سامع؟ أنا أنا أعصابك وريح نفسك. عن إذنكم. حالته خطيرة يا دكتور. ما تخافيش، حوصل العيادة أجيب له حقن وراجع حالي. عزيز، إزيك دلوقتي؟ كنت فين؟ كنت بوصل. بتقولوا ايه؟ ولا حاجة. قولي لي كنتوا بتقولوا ايه؟ كنت بطمن عليك يا عزيز. نص ساعة. طيب بس الدكتور قال ما تتكلمش، اعمل معروف. انا مش هموت، لا هعيش اكتر منك ومنه. ارجوك يا عزيز استريح، استريح ما تتحركش بس. انا خفيت خلاص، انا مش عيان. انتوا فاكرين اني انتهيت؟ ابدا ابدا. لا محدش هياخدك مني ابدا. لا 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 يا عزيز، لا عزيز عزيز. النبض ضعيف جدا، يلزمه حقنه كل ساعتين. انا حصل جنبه. اتفضل استريح انت. لا انا مش تعبان. اعمل لك فنجان شاي يا دكتور. متشكر. يا عيني
وش الفجر واخوك نايم في سبع نومه. مسكين يا اخويا، جاي تعبان من الغيط. ايه بقول ايه؟ اخويا اخويا قوم اصحى شوف اللي جراه. يا الف حصر عليك وعلى مهامك وعلى شرفك اللي انتقس يا اخويا. في ايه؟ اتكلمي قولي. هقول ايه واعيد ايه؟ مراتك مالها؟ يا ده الفضيحه. مجرمة! الله 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 عزيز! لا لا عزيز! فين يا علي؟ بتلمي هدومك ليه يا حبيبتي؟ انت زعلانه ولا ايه؟ انا خدمتك لحد ما خفيت، عملت اللي عليا لاخر لحظه. طيب ما انا اعتذرتلك وقلت اني غلطان. النهارده اول يوم ام السرير، ومع ذلك اول حاجه فكرت فيها هديه علشانك. انا بعت اجيب لك من مصر 3 فساتين شيك قوي اخر موديل. الكلام ده كان زمان، انا كبرت كبرت قوي. دي الفساتين اللي اشتريتني بيهم، انا هسيبهم لك واشتري نفسي. الله الله الله، انت اتغيرتي قوي من يوم ما ضربتيني بالكرباك. غصب عني، انا فهمت غلط، انا ما بستحملش عليك الهوى، عشان كده قفلت عليا الابواب والشبابيك لحد ما خنقتني. انا خايف عليك من الناس، النخل اللي حوالين السرايا، كل نخلة بيتهيألي انها راجل هيخطفك مني. انا بحبك يا علي، بحبك، انت اغلى شيء امتلكته في حياتي. اغلى شيء امتلكته في حياتك زي الفرس، زي ارضك، زي التحف اللي مالية سرايتك. لا لا، انا ما اقبلش اكون جزء من ثروتك، انا ليا حقوق وليا كرامة. علي رايحة فين؟ ما اقدرش اعيش مع واحد اتهمني بشرفي. كل انسان معرض للغضب. لو كنت غضبان على شرفك كنت بدل ما تضربني بالكرباك كنت طلقتني، كنت موتني، لكن انت انسان ما عندكش كرامه. علي علي، خليتيني اعمل كده ليه؟ علي علي، انا بحبك بحبك بحبك، انت مراتي مراتي وهتفضلي مراتي غصب عني وعنك. انا ضربتك بالكرباك، اذا خرجتي هضربك بالرصاص. Thank you.
عزيز ماله؟ تعب تاني؟ الله مالك في ايه؟ اعمل معروف خبيني عندك، انا هربانة ما اعرفش حد غيرك هنا يساعدني، عزيز حيموتني. بس هدي نفسك قوليلي ايه اللي حصل؟ الشك عم قلبه، ما بقاش يشوف قدامه غير رجال عاوزة تخطفني منه، بقى يبهدلني وبيهني، شوف بيضربني. ما كنتش اتصور ابدا ان واحدة زيك تتعذب بالشكل ده. اول يوم شفتك فيه كانت الدنيا بتضحك في عينيكي، كان متهيألي اني في حلم جميل لحد ما عرفت انك متجوزة. غريبة، مفيش حد مرتاح في الدنيا دي. انت اول واحد يسمع شكوتي. انا بسمع شكاوي ناس كتير، عمر ما حد جاني ورجعته من غير ما اساعده، لكن دلوقتي لاول مرة بشعر اني مش قادر اعمل حاجة. ازاي؟ مش ممكن تخبينا عندك بس لحد الصبح وانا هاخد اول قطر وزن. وجودك هنا دليل اتهام ضدك. انا آسف، مضطر أقول لك لازم ترجعي. أرجع؟ مش ممكن أرجع، مش ممكن أرجع لواحد بيتهمني بكل الناس، أعيش معاه إزاي؟ أنا جات لك عشان تنقذني منه مش ترجعني. كل دقيقة مضيها هنا هتخليكي في نظره مذنبة وأنت بريئة. التقاليد والأوضاع بتخلي الراجل له حق على مراته حتى ولو كان غلطان. بتدافع عن التقاليد والأوضاع حتى لو كان بيتساعد على الظروف؟ أنا خايف عليك أنت. أبدا، أنت خايف على نفسك، خايف على سمعتك. عندك حق، ساعدني ليه أنت ولا غيرك، لكن أنا حاضر أساعد نفسي. عليا هندل على السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا عمي. الهانم الكبيرة سافرت لك على العزم. فتح
شبابيك يا عم حسين. علي الحمد لله على السلامة يا بنتي. البوليس اعتبر الحادث قضاء وقدر. أهل البلد قالوا إن المرحوم كان حابس الفرس وبيضربها بالكرباج، هربت منه حب يرجعها موتته. في واحدة جوزها يموت تسيب البلد وتركب أول قطر؟ ما كانتش تقدر تستنى دقيقة واحدة بعد اللي شافته. أنا ما كنتش قادر أدافع عنها في الأول، لكن دلوقتي الموقف اتغير. لما يعضني كلب مش عيب على طول تخاف من كلب. طب بص شوف انا هعمل ايه. ما تلاقيها بقى، يلا قدام. المغفل ده لسه بيتعلم عجل جديد. لو سمحتي نرجع سوا اجيب لك تورته تانية. لا معلش كفايه كده.
كفاية والله يخرب بيتك. سعيد أوي. الحمد لله على السلامة. كنت فين؟ كنت بتفسح وبشوف الدنيا. بتقول ايه؟ ايه في حاجة؟ حاجة غريبة قوي. تتفسح وجوزك ميت لسه ما بقالوش اسبوع؟ بقاله اسبوع بس. جوزي مات من سنين. ده كلميني هنا. انت ازاي مش لابسه اسود؟ على مين؟ تجاره لعقلك ايه؟ فهميني. ولا حاجه. انا مبسوطه قوي وكويسه خالص. تعرفي يا ماما من سنين طويله ما ضحكتش من قلبي زي ما ضحكت النهارده. دادا وحياتك يا دادا خدي بوبي حميه. اصله هحكي لك بعدين اعمل ايه. اسمعي النهارده تنسيش عيد ميلادي. ها؟ عيد ميلادك؟ اه في حاجه؟ التورتة هيكون فيها 16 شمعة بس. السنين اللي فاتوا دول مش محسوبين من عمري. أنا نسيتهم خلاص. ولا كأني عشتهم. هضحك وألعب وهيص وعيش بقيت عمري كده على طول. أنت مجنونة؟ ليه؟ عاوزاني ألبس طرحة سودة وأطلع القرفة؟ عاوزة أقفل على روحي الباب وأحط إيدي على خدي؟ نفسك تشوفيني أرملة زيك؟ بنت. بنت؟ ده كان زمان لما كنت عيلة. لما جوزتيني راجل في سن ابويا. انتي وافقتي على الجواز؟ ايوه وافقت. لان ما كانش ليا ام تنصحني وتنبهني. كان نفسي في جزمه عاليه وفستان. وانتي كان نفسك في ايه؟ في الارض والاملاك مش كده؟ بعتيني الراجل عجوز وكنت عارفه انه عيان. قلت سنه ولا اتنين ويموت. قعد سنين يموت فيا. ما حاولتيش مره من المرات تيجي تخلصيني من العذاب اللي كنت فيه. لان الارض والاملاك الغالي يحصلهم مش كده؟ كفايه. لا مش كفايه. لازم تعرفي ان من هنا ورايح محدش له دعوه بيا. انا حره في نفسي والعمر اللي راح مني هرجعهم تاني. ست عليها هنا. ايوه تعالى قولي عليا وبس. زي زمان يا عم حسين فاكر؟ ايوه فاكر. في ناس ضيوف بيسألوا على حضرتك بره وبيقولوا عاوزين المدموزيل. أهلا وسهلا. أنا رحت المحل واشتريت لك تورته. أرجوك تقبليها مني. وكل سنة وانت طيبة. ميرسي قوي. وانا كمان اشتريت لك شوية جاتو وغيرت البنطلون. سعيدة بقى. سعيدة. مش ممكن لازم تقعدوا معايا شوية. النهاردة عيد ميلادي. عم حسين. عم حسين. اتفضل. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عادل كامل طالب في كلية الحقوق. سنة اولى؟ هنتقل تانية. يعني في اولى بقاله 3 سنين. وانت مش عندك ملحق في التوجيهيه؟ انت لسه في التوجيهيه. مالها توجيهيه وحشه. اهلا وسهلا. الدكتور خالد صديق العيله. الاستاذ عادل كليه الحقوق. الاستاذ نبيه توجيهيه. تشرفت. اتفضل يا دكتور معانا. معلش الهانم موجوده جوه؟ ايوه موجوده. اتفضل. خليكي مع اصحابك. يا عم سليمان وصل الدكتور. مادمازيل علي. انا عرفت اسمك من عم حسين. قلت له ممكن اقابل الست الصغيره اللي معاها الكلب. قال لي مين؟ ست عليا. الناس تقول ايه؟ واحده جوزها لسه ميت تلبس فستان احمر وتروح تصادق اولاد صغيرين في سن ال 16 17.
شوية شوية تحط الفيونكات وتروح المدرسة كمان. هي فعلا في حالة غير طبيعية، لكن لازم نستحملها. المريض لما بيطول عليه المرض أول ما يخف ويقف على رجليه بيفرح بالمشي، ونفسه تروح لكل حاجة كان محروم منها. دي معاملتها اتغيرت خالص، ما بقاش بتحب حد حتى أنا. الظلم اللي شافته ضيع ثقتها في الناس. دي عجلتك؟ ايوه. طب ما تيجي ناخد لف. معلش اصل الكاوتش فاضي. المنفخه هون انفخه وقت تاني. طيب اورفوار. اورفوار. مع السلامة. مع السلامة. يلا اخويا يلا. نقلت عيادتي هنا جنبكم في آخر الشارع. كنت عايز أقولك حاجة قبل ما أمشي. السعادة ملهاش أي علاقة بالعمر، والعمر ما بيتحسبش بالسنين. اللي بيفوت القطر ما بيجريش وراه، بيستنى قطر تاني برضه حيوصل. أنا كنت زيك، كان متهيألي إن الدنيا بتجري وسايباني لوحدي. الأيام كانت بتمر عليا كأنها سنين، واحيانا كنت بتصور ان حياتي انتهت، لكن كان الامل البسيط اللي بيمر في حياتي في لحظه كان بيخليني انسى كل شيء واتصور اني اسعد انسان في الدنيا. انا مقدر شعورك، لكن عايز اقول ان السعاده اللي اتحرمت منها في الماضي يمكن تكون منتظراك في المستقبل، يمكن تكون قدامك دلوقتي وانت مشغول عنها. كلكوا زي بعض، محدش بيدور اللي على مصلحته. فاكر لما جيت لك وترجيتك تساعدني؟ خفت على نفسك وكنت عاوز نرجع. كان ممكن افضل بقيت عمري في عذاب، كان ممكن عزيز يقتلني وانا اقتله، وانت واقف تتفرج علي زي بقيت الناس. ودلوقتي بعد ما خلي الجو جيت اعرض حبك علي. انا عايش لنفسي وبس. رحت كابس عليها بالعجل، عملت جد، لكن على مين؟ كلمة في حدوتة لضمت معاها، رحت فقاحة كام نكتة سخسخت من ضحك كده. نبيه كده كده ما كدبتش خبر، رحت اشتريت تورته وجاتوه وخدت ورد معايا. خدت ورد معاك؟ ايوه ورد احمر. احمر احمر مظبوط. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. تقت التقل عن اذنك، ما هو بدري. مسكت فيا. مسكت فيك؟ مسكت فيا ولا لا؟ مسكت بس وعنها وقعدت قدامها وشي في وشها. وهات يا نظرات ويا ابتسامات، وتاخد الجاتوه وتوكلني ببقي، وتسحب ايدها من تحت الترابيزه وتمسك ايدي. والمغفل ده ولا واخد باله، مش كده يا نبيه؟ لا يا اخي مش كده، مش كده. استنى 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 استنى. ايه هو اللي مش كده؟ يعني لا نظرات ولا ابتسامات ولا طفحتك في بقك ولا حاجه من دي ابدا. بأسمع يعني انا كذاب وستين كذاب نبيه؟ بس بقى انكشفت يا حلو. طب والله العظيم انا بس ما تحلفش. يعني مش مصدقين؟ مصدقين من غير حلفان. طب انا حسبت لكم انها بتحبني. هي لحقت يا ابني. انتوا بكره مش موجودين؟ ايه هجيبها وياك. هتشوفوا دراعي ده احلى بنت في مصر. وريني. اوعى كده. اتفضل.
ازاي؟ ده هنا في عصير برتقال انما هاي. طب اتنين من فضلك. دي اول مره تيجي هنا؟ جيت كتير بس مش ده نبيه اللي قاعد هنا؟ نبيه؟ فين؟ أيوه. فين؟ اهو. تعالى يا نبيه، دي جايه معاه غصب عنها، اصله سائل وتلم. لا، كل شيء بالخناق الا المواعيد بالاتفاق. انتوا مصدقينها بتحبه؟ باين قوي. طب انا هكشفه لكم دلوقتي. ان كنت جدع ورينا النظرات والابتسامات وخليها تمسك ايدك. كرسون. تيجي نلعب سكيتنج؟ لا، احنا متفقين نقعد ربع ساعة بس. طيب، وتشكر. بيقول لك ايه؟ لا ده بيطمني على صحتي. اصل امبارح روحت تعبان شوية. عيني بتوجعني قوي. صحيح؟ بص كده. حمر. شوية. وبيحرقوني؟ معرفش. بصي كويس. ما فهمش حاجة أبدا. ما القرط سخنة ليه؟ جسي كده؟ ولا سخنة ولا حاجة. طب وإيديا برتعشوا ليه؟ أبدا ما فهمش. تيجي نلعب باتيناج؟ يلا يلا. يعني ومين الولد ده اللي ماشي معاها؟ تلميذ بياخد مصروف من امه. تقدر تعرفني بيه؟ والباقي عليكي. خلاص يا عطيه بيه، ده انا حريه والاجر على الله. وانا عطيه واجر عليا. سلام. عليا زي رجلك دلوقتي كويسه ما فيهاش حاجه. انا شفتك وانت بعيد وقعه خفيفه. هيجي يوم وتقعي وقعه جامده. الدكاتره كتير. اسمعي، في جروح ملهاش دواء، دواها صعب قوي. انت بتعندي نفسك. التصرفات البريئه دي يمكن تؤدي لمشاكل انت في غنى عنها. عليها انت بتضيعي زهره شبابك، ويمكن تروح منك حاجه ما تقدريش تسترديها مهما حاولت. انت مش كده؟ انا اقصد سمعتك. انت بتقول ايه؟ الناس ابتدوا يتكلموا عنك. ما يهمنيش الناس، انا يهمني نفسي. تصرفاتك غريبه بالنسبه لهم. لو كانت في مصلحتهم كانت بقت طبيعية أوي، مش كده؟ فعلا بعضهم شايف كده وبيحاول يستفيد منها. تحب أفهمك إزاي؟ مش عايز أفهم، ودي آخر مرة تقابلني فيها. بعدين تندمي. وفر نصايحك على نفسك. أنا مش بنصحك،
انا بنزلك. يمكن ما ترضاش. لازم ما بتحبكش. زي ما بتحبنيش دي بتموت فيا. خلاص يبقى لازم هتيجي. صحيح خلاص يا عادل بيه تبقى هتيجي. ايوه بس هي لسه صغيره ويمكن ماما مامتها. اشمعنى مامتها هتخليها تروح الاوبرا؟ ايوه بس ايه رايحين عند قرايبك. قرايبي؟ ولا من شاف ولا من ديري. قولي هي اسمها ايه يا حبوب؟ اسمها عليا. عليا بصحة عليا بصحة المنموزيل لولو. جولي عليا مش هتتعشي يا بنتي؟ ليش نفسي يا ديت؟ طيب بدل ما انت قاعدة لوحدك قومي انزلي تحت، مامتك رخرة قاعدة لوحدها. عيبي عليا، هي صحيح غلطت لكن حست بغلطتها. محدش ضرب لي تليفون؟ الدكتور خالد بقاله اسبوع لا جه ولا سأل. انا ما بسألكيش على الدكتور خالد، قصدك سعادة. اسمعي علي، عادل ده له من سنك وله من طوبك، والحكاية اللي انت ماشية فيها دي ده صعبانة عليا. بتعذبي نفسك، لا انت محصله سما ولا ارض، شاف سن الستاشر وقلبك حزين مليان هموم. ابدا انا مبسوطه خالص كويسه قوي. العين دي يا بنتي يرث الكفر. دادا من فضلك سيبيني لوحدي شويه. على كيفك يا بنتي. حاضر. عليا عليا يلا اوام. انا لابسه دي واحده. الأوبرا وهتعشى بره. دي عربيتك؟ لا مستلفها المحطة. الله، احنا مش رايحين الأوبرا؟ الأوبرا ما لقيتش فيها تذاكر. ده شارب خمرة؟ خمرة؟ لا ده شوية كينة خدتهم من ماما. يا عليا انا بحبك. اوعى شيل ايدك. اوقف خلينا. مش ممكن. بقولك من غير دوشه رجعني البيت. يعني بتخصماني؟ ايوه.
انا مش هنشوف بعد بعد كده. لا دي اخر مره. طب نفضل اصحاب بس. دلع ما فيش. احنا رايحين فين دلوقتي؟ احنا معزومين عند جماعه قرايبي. مش كان لازم تاخد رايي قبلك؟ روح انت لوحدك. انا غلطان، لكن يخلصي بتكسفين قدام اصحابي، دي اول حاجه بطلبها منك. تسوق كويس وتبص قدام، وايديا الاثنين على الدركسيون. يعني ما جوش؟ ما تقلقش زمانهم جايين. المهم هتزوغي الواد اللي معاها ازاي؟ عامله ترتيب. بص شايف الثلاث بنات اللي هناك دول؟ اول ما ييجوا هخليهم يسكروه، تلاقي نفسها مسكينه الله يصول وحديها. وانت بقى بفهلوتك تشتغل عليها وتاخدها. يا بنت يا جامده. اهجم دور وشك ولا اكنك هنا. اهلا اكسلانس. اقدم لك مدموزيل علي. تشرفنا يا فندم. حريه هانم. اهلا 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 وسهلا. اخضع لبقى خطه كده ليه؟ الله ده انت ذوقك حلو وموت يا عادل. اتفضلي يا اموره، تحبوا تقعدوا فين؟ البيت كله تحت امركم. هنا كويس مش كده؟ طيب اتفضل. اتقل قاعد كده ليه يا عادل؟ هو انت غريب يا حبيبي؟ مش تقوم تجيب حاجه لحبوبتك تشربها؟ تشربي ايه علي؟ ميرسي ولا حاجه. يا ندمتي وهي دي تيجي؟ كاس واحد بس. عارف يا عادل انا ما بشربش. معلش يمكن احنا مش قد المقام. ازاي كده تزعلي حريه هاني؟ لا 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 يخص عليك. لا والنبي ده انا هاخد على خاطري منك قوي. عليا مش كده؟ ايه انا هروح اجيب لها كاس بايدي يمكن ما تكسفنيش. ويسكي؟ ايه ويسكي حبو؟ ويسكي يا ويسكي. عليا هوا. بعد ما تشرب الكاس ده ننزل على طول. طيب طيب ازاي الحال؟ بوم اتفضلي يا امور. ميرسي. امال فين كاسك؟ اهو يا حبيبي. الله اقص عليك ما تشرب اقص عليك هتكسفيني بقى يا لولو. يلا يا روحي صحتكم. صحتك. اشربي يا مدموزيل اشربي قبل ما تكبري وتعجزي. بصي عليا. برافو برافو في صحتك يا حبوبه. الله عادل قوم يا حبيبي هات لك كاس ويسكي وسيبني هنا قاعده شويه مع عليا. حاضر عن اذنك عليا. ولاد اختي دول قطقيت قوي مش كده؟ كده كل واحده تشرب في صحتها كاس. ما اقدرش. يقطعكوا يا ولاد. بس معايا واحده صاحبتي. بقى انت بتتعب من خمرة. يتعب قال يتعب قال ده قدها ودول. اشرب وريهم. اشرب صحتك. في صحتك. في صحتك. برافو هو ده. في صحتك. عفاريت موت. الله انتي متضايقه يا حبوبتي؟ لا ابدا. ابدا ده انا قدها ودول. طب انا عاوزه اروح. اروحك بعد الرقصه دي. عاوزه
الناس كده لما يلاقوا حاجة حلوة يبقوا عايزين ياكلوها أكل. بتدوري على مين؟ هو فين؟ هو مين؟ عادل. العيل الصغير بيلعب جوه مع سنة أولى. بحن إذنك ما تحاوليش، بس أنا تعبانة شوي. كاس ويسكي نعيشك. متشكرة. مش معقول قلت ضيفت الشرف، الحفلة دي معمولة عشان خاطر عينك. بعد الرقصة دي ما تخلص هننزل أنا وإنتي نقعد في حتة هوا أنا وإنتي بس. الله الله، من مازل علي بتعيطي ليه يا حبوبة؟ الله، عملت لها ايه عطية بيه؟ اسأليها. بتعيطي ليه من مازل علي؟ ملك يا أمور. تعالي هنا، تعالي هنا. تبقى مين انت يا فندم؟ ازاي تخش هنا وكالة من غير بواب؟ ايوه جاك قوة. ايه اللي جابك عندي هنا؟ تبقى مين انت؟ فهمني. امال فين عادل بيه؟ عادل بيه ايه؟ مش موجود؟ معلش مرة تانية. تعالى هنا. ازاي تتهجم على البيت ده من غير استئذان؟ مش اتفقنا انه وكالة من غير بواب؟ انت قليل ادب. متشكر. انت سافل وقح. كتر خيرك. لو كانت دي ست محترمة ما كانتش تيجي مع راجل وتنزل مع راجل تاني. حياتي. وباش. ايه في ايه؟ فين المدموزيل علي؟ ايه المدموزيل علي؟ دي اسمها يا حبوب المدام علي. معلش تعيش وتاكل غيرها. ضحكت عليكي يا سوسو ونزلت مع واحد تاني. يا روحي، مشيت مع راجل يملعينها مش عيل زيك. ما خلاص سيبوه بقى. كنا رايحين الاوبرا ما لقيناش تذاكر، افكر انه يوديني هناك. انا ما كنتش اعرفهم ان هما كده، وهو كمان هو ملوش ذنب، ضحكوا عليه وسكروه. انا ما شربتش حاجه ابدا. لا انا شربت كاس طحين. انا كنت هقوم من بدري، لكن انا ضربته بالقلم. شفتني وانا بضربه، مش كده. انا ما عملتش حاجه ابدا. صباحي على خير.
أنا مش عيل. أنا مش عيل، أنا راجل. أنا ما يندحكش عليا. أنت عيل، عيل. مغرب. Thank you.